السلام عليكم مشاهدينا الكرام، في هذه النشرة الخاصة بطقس المغرب خلال هذا المساء والأيام القادمة لآخر توقعات نماذج الطقس العالمية. فقبل أخذ التواصل لا تنسوا دعم ولايك اشتراك في القناة، وشكرا لكم. واستمرار الرياح القوية على الأقاليم الجنوبية المملكة وعلى صويرة وآسا في وجهة الشرقية، وقد تصل أزيد من 50 كيلومتر في الساعة، وكذلك ستعرف بعض الاضطرابات الرعدية على المرتفعات الأطلس. وسنرى إخواني الكرام توقعات الأيام القادمة إذا كانت أي تغييرات. إخواني الكرام كما تشاهدون، فاحتمال دخول بعض العواصف الرعدية على المناطق الشرقية لكن ضعيفة ومتفرقة. أما بالنسبة لتوقعات الأيام المقبلة إن شاء الله، فمن المتوقع إن شاء الله لحالة الطقس بالمغرب أن تبقى الأجواء مستقرة إلى قلة السحب مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة. وبالنسبة لتوقعات الأيام البعيدة المدى، فتشير إخواني الكرام لاحتمال أن تبقى الأجواء مستقرة، وسنرى كذلك حالة البحر إن شاء الله. وبالنسبة كذلك ليوم الخميس والجمعة القادمين، فمن المتوقع أن تبقى الأجواء مستقرة بدون تغيير كبير، كما تلاحظون مع احتمال ربما دخول اضطرابات جوية إن شاء الله على العديد من المناطق المملكة. كما تشاهدون أمطار رعدية محتملة على هذه المناطق، على مناطق تباينت وكذلك إملشيل وأسول وتمفيت ميدلت والريش، وكذلك مناطق سكور مداز وإفران، عواصف رعدية قوية محليا إخواني الكرام. لكن هذه التوقعات فيا ما زالت بعيدة المدى وقابلة للتغيير، اضطرابات جوية رعدية محليا قوية على هذه المناطق إن شاء الله. بالنسبة لتوقعات يوم الأحد إن شاء الله كذلك، فيتوقع أن تبقى الأجواء مستقرة إلى قلة السحب وبعض العواصف الرعدية. وبالنسبة لحالة البحر خلال يوم هذا المساء، فيتوقع أن يكون البحر قوي الهيجان إخواني الكرام إلى هائج بعلو قد يصل إلى المترين ونصف إخواني الكرام. أقاليم الجنوبية المملكة والعسوس قد يصل إلى المترين، وكذلك على مناطق متر ونصف الدار البيضاء وطنجة، وكذلك وجه متوسط قد يصل إلى متر. بالنسبة لتوقعات يوم السبت، يتوقع أن يكون البحر قوي الهجن إلى هائج قد يصل إلى مترين ونصف وثلاث أمتار، والوجه المتوسط بين المتر ومتر ونصف. تحية طيبة للجميع.